الضعيف. حسين جميل جعفر علي مرحوم. زين. حافظ اسم الشخصي؟ لا. وين ساكن؟ مدينة حمد. وين في مدينة حمد؟ دوار السابع. حافظ عنوان بيتكم؟ لا. وين شو تسوي بني صالح؟ جد خالتي. كم عنوان بيت خالتي؟ ما اعرفه، ما في عنوان عن البيوت كامل. ما في عنوان عن البيوت كامل؟ زين. وش مطلعينكم على القوة؟ وش مطلعينكم على القوة؟ ليش طالعين على القوة؟ الشيوخ يقول لنا. ما هم الشيوخ؟ إذا قاسم على سلمى. إذا قاسم على سلمى يطرشونكم لنا؟ إيه. إنزين. ليش مطرشينكم؟ عشان يقولون تقتلكم. تقتلوننا؟ إيه. والله زين. كم يعطونكم؟ 10 في اليوم. 10 في اليوم؟ إيه. متأكد؟ إيه. متأكد؟ إيه. وين تشتغل؟ سترين. وين في سترة؟ شركة. شو اسم الشركة؟ كونتيننتال. كونتيننتال؟ تعرف الشباب اللي وياك بعد؟ فوان. اللي كانوا طالعين علينا؟ لا كنت فاهم بالحركة أنا. زين والشباب اللي كانوا مجاوبين أسلحة تعرفهم؟ ما أعرفهم كانوا متلكمين في الحويت. كانوا متلكمين. كانوا متلكمين؟ كانوا متلكمين؟ شفت اللي عند الشوزن؟ وين مدى الشوزن؟ شقح بيت. شقح بيت؟ كانوا لنا شقح بيت. شقح بيت؟ إيه. تعرفه؟ لا. ما تعرفه؟ كنت متلثم كان. كان متلثم. والشي اللي صار فيه؟ شلون تعور؟ حاولت اشم الرجال الامن وطحت. حاولت اشم منه وطحت؟ ايه. وين طحت؟ في البراحة. شلون طحت؟ شاقح من البيت. كنت شاقح من بيتي. كنت شاقح من البيت وطحت. ايه. تعور. احد طقك من قوة؟ لا. متأكد؟ ايه. ما في احد من الرجال الامن يلي عليك؟ لا. اكيد؟ اكيد. احد ضغط عليك؟ لا. هاي كلام انت من نفسك قاعد تقول؟ متأكد؟ باكر قدام المحكمة بتحترم هالكلام؟ متأكد؟ شنو الغرض اللي كانوا وياك؟ دقايق وتليفون. اي تليفون؟ تليفون سامسونج 5. بكم هاي التليفون؟ 5 ايام على 4. بس؟ بس. شفتهم اللي طالعين علينا؟ شفتهم كانوا يتعاملوا معنا؟ شفتهم اللي يغيرونا بشوزن؟ شفتهم؟ وانت طالع من بيت خالتك شلون شفتهم؟ كانوا محاولين يسووا شده مره واحده. ما تعامل ما رحت وياهم؟ اكيد؟ هذا اخر كلام عندك؟ عندك شيء ثاني تبي تقوله؟ لا. تعرف وين يحطون اغراضهم بالمخزن مالهم؟ ما تعرف؟ لا. شلون تقول حق القوه تعرف؟ كلمت انتم شاكين بسلاح في الحوزات. بس؟ عندك اي كلام ثاني؟ لا. يعطيك العافيه.